نشط مع راسكا. ماذا؟ لا هرب الحنش اي حيوان سبحان الله العظيم. الله العظيم. قال لي الناس واش تيتربى ولا الحنش ما تيتربى الخوت. عمر الحنش ما تيتربى. صعيب. اي حاجه في الحيوانات تتربى. السباع تيتربى، النمر يتربى، فيه الزج ديال 100 عقرب. يسكر بيون. فيه الزج ديال 100 عقرب. هذا الا ضرب بنادم تيحرق ليه الخلايا ديال العقل ديالو، الدم ديالو تي 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 تيختر. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تحياتي لكم من داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم ان شاء الله جينا لقليمين من نصيدو. هنا كاين انواع الافاعي هنايا، باديه من الهيشه والبرواق وبوسكه والنفاخ والحريشه. واحد النوع ما عمرني سميتو لكم تيقولوا ليه الحريشه، نتوا ديال النفاخ هي اللي تيقولوا لها الخوتي الحريشه، تتكون هي اللي تتولد النفاخ. وكاين هذاك الحنش تيقولوا ليه بوحلاسه وبوكندايه، تا هو خوتي كاين هنايا. معنا الفيديو من الاول الى الاخر، الله يفرج عليكم الدنيا وخيرا. قلنا سيد عيوا خوتنا وحبابنا خوتنا المغاربه، ورزقهم السلامه وتستروا. والعيد ما بقى ليه والو، والعيد هو دخل قريب ما بقى ليه والو. ان شاء الله يدخلوا بالصحه والسلامه، يدخلوا علينا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبزيد الرزق. واللي ما عندوش الله يسخر ليه، واللي عنده يتعاون مع اخوه المسلم اخر على الموت. ايوا لا اله الا الله. ايوا راه اللي عنده راه يدير الخير مع اللي ما عندوش. تحياتي لكم الخوت، وشاهدوا معنا الفيديو من الاول الى الاخر. البلايص تيكونوا فيهم النفاخ. هنا كاين النفاخ، كاين الهيشة، وكاين البرواق، وكاين العريض، وكاين الزريق، وكاين بو المرايات والنفاخ. إلا مولاد كرون اللي ما كايناش هنا. باقا لينا ليها شي 13 كيلومتر بين واد الشبيكة، كاينة فواحد البلاصة مولاد كرون الفرطاسة. قرعة. اللي ما عندهاش الكرون. تتسمى الذكر ديال مولاد كرون. تيكون فرطاس. الله العظيم. راني بالريات الطويلة كنطلبو فيه الداخل. دابا إلا تقلب هادي ديما تشوف الجدر ديالها. الجدر هي إلا ماشي الجدر ديالها تيكون منوي عليه الحنش. تيكون منوي عليها. هي تيكون منوي عليه الحنش. إلا ما قلبتي على الجدر، إلا ما شتي راه خليتيه تما. خليتيه تما كاين. ديديكاس لخويا توفيق اكادير انزا، الله يفرج عليه. وخوتي تاكادير وعين السخونه ولاد المسيره، تحياتي لهم وطالبرج، الله يحييهم والله يحفظهم. انا تنحييهم خوتي، احنا دابا في المصيد، الله يفرج عليهم الدنيا خيره. شاهدوا معنا الفيديو. وديتي ديديكاس لخوتنا الجزائر، تحياتي لخويا قسنطينه وعنابه بجايه الجزائر، من تلمسان ومن الشيخ الابيض ومن واهران ومن سطيف ومن عنابه ومن بجايه،
الله يفرج عليهم دنيا واخره كاملين اخوتي كلهم تميسر، مبارك عواشركم. مبارك عواشركم، تعيدوا تعودوا ان شاء الله كاملين، احنا اخوت الحمد لله، اخوتنا المغاربه اخوتي حتى ولاد هما، فلسطين، اخوتي ولاد مصر، اخوتي ولاد القدس، الله يفرجها عليهم، اخوتي وما نساوش اخوتنا المغاربه، اخوتي المغاربه فين ما كانوا، حنا تنحييهم وحنا تنحبوهم، الله يفرج عليهم. خوتنا ولاد قلميم ولاد ورزازات ولاد تازنقت ولاد طاطا ولاد اخ في النير، الله يفرج عليهم وشاهدوا معنا الخوت الفيديو من الاولى للاخر، ولا نسينا شي واحد ونسينا شي بلاد يسمحوا لينا، الله يفرج عليهم دنيا واخيره. علاش الخوت الحنش سبحان الله العظيم الحنش ولا الفع بحال هذا المسرب، هذا ديت تسمى مسرب، مسرب هذا فيه الشق، فيه الشق كثير وفيه الغيران، ديما فين ما كان الحنش يتحاز ليه، فين ما كان الحنز تيتحاز ليه، علاش مقاد مع الشمس بدا تضرب فيه الشمس تيتشمش الحنش، واللي كاين هو داير فوقت البروده، وقت البروده بدي يكون الحال برد تيتقاد الحنش مع الشمس، وبدي يكون الحال سخون الحنش تيتقاد مع الظل، سبحان الله العظيم خلق الله وما يشاء. الو ولي مالك ويلي انت ما قلت لي المشاهدين هذا سلطان السم هذا شتي فين داخل في الشق راه شافك شافك شتي راه شافني راه شتي شاود راه جيتك انت ما قلت لي المشاهدين بغيت نحيد لك هذا الهضره سلطان السم الكبرى تيه صوت صوت شوف وقت يدير شوف كون على بال بلاتي يدور راسو تما ونجرو جبدو بالمخطاف بلاتي اي 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 كما خوتي المشاهدين سلطان السم كوبرا اي كل هذا خفيف راه خفيف هو راه كل برق خفيف اش تقول تقول اتساع اتساع وياك الفضول شوف هو دركتو تتبري شوف مرايا سبحان الله العظيم دركتو تتبري شوف سبحان الله العظيم خلق الله واش الدنيا باش ما قلتوش في الاول الاخيره واش الدنيا شفناهم بعينينا واش الاخيره الله اللي مطلع بهم ارسا سبحان الله العظيم اش دير في هذا الشق هذا الشعب انت في هذا المطافي انت في هذه البلاد انت في هذا الوطن بغيتي تغدر بغيتي تتعدى ها ناشط مع راسك كون على بال ها الراس ها الصلعيه بغيتي الراس نعطيك الراس بغيتي الماء نعطيك الماكله بغيتي البيضه نعطيك البيضه نعطيك البيضه بغيت تغدر وتتعدى ما درناها معاك ها الراس كون على بال زكا هذا تيقول تسع تسع وياك الفضول اي 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 تبارك الله اللهم بارك شي مترو سبعين تكون شو سبحان الله العظيم بوسكوات جاو الورزازات تيكونوا هنا كحل كله كحل وبوسكا ديال القلميم تتكون فيه الوشمه الوشمه سبحان الله شوف سبحان الله العظيم عندك انت ما خوتش المشاهد انت الوشمه البيضاء هذه الوشمه هذه الوشمه هذه ها هو حلف امو عندك لا ناقص ليه الوشمه ها هي والحنا الاخرين فيهم كحل هذيك تتكون كحل كله هنايا غري هذه الوشمه هذه في بوسكوات جاو القلميم سبحان الله العظيم
غاديين حنا مع الشق مع هاد الجبال مع الشق التلقينا هذا والخوت هنا لاطر ما كاينش القصح هنا القصح هاد البلاصه راه فيهاش لاطر انا لا تصادفتي مع شي حاجه بعدين لا تصادفتي مع شي حاجه غادي سارحه هذا غادي انا جاي ليه من فيلمي من ليها تما خوتي من ليها من عند الشوك راه هي من عند ديك السدره وانا جاي بيه من ليها جاي بيه حتى لهنايا اللي لقيتو هاد البلاصه بلاصه بوسكه والعيشه والبرواق والنفاخ والعريض والزريق وبوفطيره وبوحلاسه وكاين واحد الحنش بالله وكركور بالله وكركور كاين واحد الحنش رقي وقت يقولوا ليه بو تيار داك تنقز من الشجره ومن حجره لحجره تنقز يقولوا الناس حنا ما شفناش بعينينا قال لك تنقز العود مولاه تيقولوا ليه بو تيار سماو تيقولوا ليه الزريق ولكن الناس سماو بو تيار علاش لقاوه تيطير تنقز راه تيطير غير وانت ولا لاباس تضرات تيطير هذا تيطير زقا وتغدر وتتعدى واشنو شرجع مارشاليا تيستعد باش يضرب بلي تشوف الحنش تيدير هكا وتيعاودي على باش يقرب لك الضربه تقرب يجيبها سبحان الله العظيم ولكن حتى حنا عندنا المسافه باش الضربه تجي خاويه نتحاوروا معاه علاش المسافه تدير مثلا الا كان هو هنا تدي المسافه ديال الجهد ديالو هو شحال فيه تتشوف المسافه انت تتبعد باش تبعد عليها انت دابا انا ما نقدرش نحط لكن استر الله لا لا حطيتي دي انا يشد يحكمني الا حطيتي تنحط لي هنا هنا اللي تنشي نبوس اللي تندير لها ديك كون لا بال اي اي شي دار الهضره اللي قلتي هي اللي كاينه الضربه خاويه ها بيرجع للكره شوف 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 سبحان الله العظيم يلا فرج الولد فرج خوتنا المشاهدين الحال سخون يا الخوت تحياتي لكم بعدا انتم تابعتوا معنا الفيديو من الاول الى الاخر شفتينا هذا كيفاش تلقيناه تابعني الدري ولدي تا قلت ليها جي حسن ها هو قال لي شاودتي كي والله الا ها هو وقفت عليه انتم الخوت فرجوا نفرج خوتنا حنا ورينا عليكم اي دير لهم الفراجه الله الحنش اي حيوان سبحان الله العظيم الله العظيم قال لي الناس واش تيتربى ولا الحنش ما تيتربى الخوت عمر الحنش ما تيتربى صعيب اي حاجه في الحيوانات تتربى الساعه تيتربى النمر يتربى قرد يتربى كلب يتربى هذا ما تيترباش هذا علاش هذا راه سلطان السم صعيب هذا خطر هذا ماشي حنا اللي سميناه سلطان السم الناس اللي قارين عليه اللي قال لك اودي هذاك الكوبرا راه سلطان السم علاش هذا فيه السجد ديال 100 عقرب 100 سكربيون فيه السجد ديال 100 عقرب هذا الا ضرب بنادم تيحرق ليه الخلايا ديال العقل ديالو الدم ديالو تي 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 تيختر تيدور الدم على قلبو جوج مرات وتيموت انت اي بالسلامه والله اللي سترنا من هادشي والله يفرج عليكم واللي شاهد معنا هذا الفيديو يتعاون معنا بابوني والزراس الله يرزقكم السلامه مستر مولانا تحياتي لك الوالد بغيت دير واحد ديديكاس لخويا منصف من بروكسل ديما تيصيفط لك في كومونتيرات تولي التعليم مع والديه والاخص التعليم مع مهمته والوالد تاعو خوتي الله يفرج عليه الى ما ديرو يديكم الله يرزقو السلامه وتستلموا لنا ويحفظ لي ربي مهمته ويحفظ لي ربي باه الوالدين ما كاينش بحالهم ما كاينش الصاحب الوالدين اللي خطاو الوالدين صافي ما بقات عندهم ندير لهم شي دعوه الله يفرجها عليه با سميتو محمد خويا محمد با ديالو محمد الله يفرجها عليه دنيا واخره ورزقو ربي العوين ديال الله وديال رضات الوالدين وسخر ليه هو في النينوى وفي اللي طلب وتحياتي لكم الخوت وحنا تنحبوكم كاملين من داخل الوطن وخارجين الوطن الله يرزقكم واحد السرود ديال الخير العرب فين ما كانوا خوتي العرب فين ما كانوا الله يرزقهم السلامه وتستلموا لنا واللي شاهد معنا هذا الفيديو ابونيو الزراس الله يرزقكم السلامة وغود لك